أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد فاتح نوفمبر في نشرتها اليومية الخاصة بكوفيد 19 عن تسجيل 3490 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة ببلادنا إلى 222544. وبالنسبة للحالات المستبعدة فقد تم تسجيل اليوم 17762 حالة، ليبلغ العدد الإجمالي للحالات المستبعدة ببلادنا 3,125,328. وبلغ عدد الحالات المتوفية اليوم 67، ليصبح العدد الإجمالي للحالات المتوفية بالمغرب 3,762. وبالنسبة للمتعافون فقد بلغ العدد اليوم 3038 حالة، ليصبح العدد الإجمالي للحالات المتعافية من الفيروس 184313. وبخصوص الحالات النشطة فقد بلغ العدد اليوم 34463. وبالنسبة للحالات الخطيرة أو الحرجة فقد تم تسجيل اليوم 840 حالة و87 حالة جديدة في 24 ساعة الأخيرة، 63 إجمالي الحالات تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، 483 إجمالي الحالات تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي. وبالنسبة للتوزيع الجغرافي للحالات الجديدة والوفيات حسب الجهات فهو كما يلي: بالنسبة لجهاز الدار البيضاء سطات فقد سجلت 1100 حالة جديدة و13 حالة وفاة، الدار البيضاء 846 حالة جديدة و13 حالة وفاة، نواصر 70 حالة جديدة، الجديدة 49 حالة جديدة، سطات 45 حالة جديدة، مديونة 36 حالة جديدة، المحمدية 26 حالة جديدة، برشيد 22 حالة جديدة، بن سليمان 6 حالات جديدة. بالنسبة لجهة الرباط سهل القنيطرة فقد سجلت 639 حالة جديدة و7 حالات وفاة، صخيرة تميرة 186 حالة جديدة، سالا 143 حالة جديدة وحالة وفاة واحدة، القنيطرة 104 حالة جديدة و4 حالات وفاة، الرباط 87 حالة جديدة وحالتي وفاة، الخميسات 71 حالة جديدة، سيدي قاسم 36 حالة جديدة، سيدي سليمان 12 حالة جديدة. بالنسبة لجهة الشرق فقد تم تسجيل اليوم 567 حالة جديدة و9 حالات وفاة، وجد أنقاذ 319 حالة جديدة و3 حالات وفاة، تاورير 59 حالة جديدة، ناظور 54 حالة جديدة و5 حالات وفاة، جرادة 45 حالة جديدة، بركان 44 حالة جديدة وحالة وفاة واحدة، فيقيق 37 حالة جديدة، دريوش 9 حالات جديدة. وبلغ عدد الحالات الجديدة بجهة سوس ماسة 295 و8 حالات وفاة، أكادير إدو تمانان 202 حالات جديدة و3 حالات وفاة، إنزكان إيس مليون 53 حالة جديدة وحالة وفاة واحدة، تالودان 29 حالة جديدة وحالتي وفاة، تيزنيت 5 حالات جديدة، طاطا 4 حالات جديدة وحالة وفاة واحدة، شوكا إيس بها حالتين جديدتين وحالة وفاة واحدة. بالنسبة لجهة طنجة تطوان الحسيمة فقد سجلت 205 حالات جديدة و12 حالة وفاة، تطوان 56 حالة جديدة و5 حالات وفاة، طنجة أصيلة 51 حالة جديدة و3 حالات وفاة، المضيق الفنادق 30 حالة جديدة، وزان 25 حالة جديدة، العرائش 25 حالة جديدة و3 حالات وفاة، الحسيمة 13 حالة جديدة، شفشاون 3 حالات جديدة وحالة وفاة واحدة، الفحص أنجارة حالتين جديدتين. بالنسبة لجهة مراكش أسفي فقد سجلت 153 حالة جديدة و6 حالات وفاة، مراكش 86 حالة جديدة وحالتين وفاة، قلعة الصراغنة 26 حالة جديدة وحالة وفاة واحدة، الصويرة 11 حالة جديدة وحالتين وفاة، يوسفية 9 حالات جديدة، الحوز 8 حالات جديدة، أرحامنا 7 حالات جديدة وحالة وفاة واحدة، شيشاوا 6 حالات جديدة. وبخصوص جهة بني ملال خنيفرة فقد بلغ عدد الحالات الجديدة 123 وحالتي وفاة، أزيلال 47 حالة جديدة، بني ملال 26 حالة جديدة وحالة وفاة واحدة، خريبكة 19 حالة جديدة وحالة وفاة واحدة، خنيفرة 18 حالة جديدة، ثقيب صالح 13 حالة جديدة. بالنسبة لجهة درعة تافيلال فقد تم تسجيل اليوم 119 حالة جديدة و3 حالات وفاة، رشيدية 51 حالة جديدة، ميدلت 41 حالة جديدة وحالة وفاة واحدة،
60 غير 13 حالة جديدة وحالتي وفاة، زورة 13 حالة جديدة كذلك، ورزازات حالة جديدة واحدة. بالنسبة لجهة فاس مكناس فقد تم تسجيل 91 حالة جديدة وست حالات وفاة. تازة 33 حالة جديدة وثلاث حالات وفاة. فاس 17 حالة جديدة. مكناس 12 حالة جديدة وحالة وفاة واحدة. بولمان 10 حالات جديدة، 0 و 8 حالات جديدة وحالتي وفاة. إفران 7 حالات جديدة، حاجب 4 حالات جديدة. بالنسبة لجهة العيون الساقية الحمراء فقد تم تسجيل اليوم 91 حالة جديدة ولم تسجل أي حالة وفاة بهذه الجهة. العيون 87 حالة جديدة، سمارة وطرفاية حالتين جديدتين. بالنسبة لجهة قدمي مودنون فقد تم تسجيل اليوم 41 حالة جديدة وحالة وفاة واحدة. قلميم 37 حالة جديدة، سيدي اثنين حالتين جديدتين، السزاك حالتين جديدتين، طنطان لم تسجل أي حالة جديدة لكنها سجلت حالة وفاة واحدة. بالنسبة لجهة الداخلة وادي الذهب فقد تم تسجيل يوم 36 حالة جديدة بوادي الذهب ولم تسجل أي حالة وفاة بهذه الجهة. هذا وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.